بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن صلاة الكسوف عند قوله: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الجملة حكمان من أحكام صلاة الكسوف. نعم. الحكم الأول أنها سنة وليست بواجبة. صلاة الكسوف سنة، وهي من آكد السنن كما ذكر الفقهاء، وليست واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا. هذا أمر، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ قالوا: لأنه لما ذكر الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام قال له سائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس أنه تطوع، ومن ذلك صلاة الكسوف. والحكم الثاني بيان متى تصلى صلاة الكسوف، وهو أنها تصلى عند حدوث الكسوف، إذا كسف أحد النيرين، الشمس أو القمر. إذا كسف يعني حصل الكسوف بالفعل، أما مجرد الخبر عنه أنه سيحدث فهذا لا يبنى عليه حكم شرعي حتى يحصل الكسوف فعلا ويرى، فحينئذ تشرع صلاة الكسوف. نعم. قال: ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا. هذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف. الحقيقة أن الكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهو للشمس فقط، لم يحدث للقمر كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث للشمس. ولكن يؤخذ صلاة الكسوف للقمر من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، خوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. فهذا يؤخذ منه أن كسوف القمر مثل كسوف الشمس، تشرع له الصلاة. وتعددت الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات في ذلك، مع أنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا مرة، لم يفعلها إلا مرة. فما وجه اختلاف الروايات؟ وما موقفنا منها؟ الصحيح في هذا أن يلجأ إلى الترجيح، ترجيح الروايات. فالراجح أن صلاة الكسوف ركعتان، هذا بالإجماع أنها ركعتان، ولكن اختلفوا في التكبير، في الركوعات، في الركعتين، الركوعات التي في الركعتين. فمنهم من ذكر أنها ركعتان فقط كسائر الصلوات، ركوعان فقط كسائر الصلوات، ومنهم من ذكر أنهما ركوعان في كل ركعة، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. ومنهم من ذكر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيكون المجموع
ست ركوعات، ومنهم من ذكر أنه في كل ركعة 4 ركوعات فيكون المجموع 8 ركوعات، ومنهم من ذكر أنه في كل ركعة 5 ركوعات فيكون المجموع 10 ركوعات. هذا أكثر ما روي. كيف تتعدد هذه الصفات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين ترجيح رواية الركعتين في كل ركوع، فيكون المجموع 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. هذه هي الرواية الراجحة التي اتفق عليها الشيخان وجمهور المحدثين فيعمل بها، لأنه لا يمكن الجمع بين الأحاديث ولا يمكن النسخ، إذن يلجأ إلى الترجيح، والراجح هو هذه الصفة أنها 4 ركوعات في 2 و4 سجدات. هذا هو الراجح. نعم. هل لنا أن نعرف ما الذي رجحه؟ أنه الحديث الذي اتفق عليه الشيخان وجمهور المحدثين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. هذه هي الصفة المرجحة، أنها 4 ركوعات في 2 و4 سجدات، هي الصفة المرجحة. طيب، تبقى معرفة صفة هذه الصلاة. يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا بقدر القيام ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده كما في سائر الصلوات، ثم يحمد الله فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كسائر الصلوات، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، قالوا بقدر سورة آل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا بقدر القيام الثاني وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للثانية فيصليها على صفة الركعة الأولى لكن أقل في قراءتها وأقل في ركوعاتها وأقل في سجوداتها، فتكون صلاة الكسوف على هذه الصفة تنازلية، أول قيام يكون هو أطولها وثاني قيام بعد الركوع يكون أخصر من الأول، وأول قيام من الركعة الثانية أقل من القيام الأول في الركعة الأولى والقيام الثاني في الركعة الثانية أقل من القيام الثاني في الركعة الثانية، وكذلك الركوعات كل ركوع أقل من الركوع الذي قبله حتى تفرغ الصلاة، والسجود كذلك السجود الأول يطيله بقدر القيام الثاني أقل منه وكذلك في الركعة الثانية، فتكون صفة صلاة الكسوف إذن تنازلية، كل قيام وكل ركوع وكل سجود أقل من الذي قبله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة حتى انكشف ما أصابهم
وظهرت الشمس. نعم. قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس. وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى نهايته، هذا وقت صلاة الكسوف من البداية إلى النهاية، فلا يشرع فيها قبل الكسوف ولا يستمر فيها بعد الكسوف، وإنما ما بين حدوث الكسوف إلى انجلائه، هذا وقت صلاة الكسوف. فإذا انجلى الكسوف وهو في الصلاة فإنه يتمها خفيفة، يخففها، وإن انجلى الكسوف قبل أن يصلوا فإنها لا تقضى ولا يصلون إذا لم يتجمعوا ولم أو لم يفطنوا أو لم يتنبهوا إلا بعد انجلاء الكسوف، فإنهم لا يصلونها لفوات وقتها. نعم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. إذا ذهب الانتفاع بالشمس أو القمر بالغيبوبة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة لا يصلى، لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. وكذلك القمر إذا غاب وهو قد كسف، أو طلع الفجر أو غاب القمر وهو كاسف، فإنها لا تصلى صلاة الكسوف لذهاب الانتفاع به، لأن سلطان القمر في الليل، إذا ظهر الفجر جاء سلطان الشمس، فلا حاجة إلى القمر في بعد طلوع الفجر، فلا تصلى بعد طلوع الفجر. لو غابت وهم يصلون ينهون صلاتهم بغيابها، يخففونها. ولو كسفت قبيل الغيوب لا يصلون؟ لا، هذا وقت نهي. هذا عاد على الخلاف في ذوات الأسباب. إذا كسفت بعد العصر، هذا على الخلاف في ذوات الأسباب. المذهب أنه لا تصلى لأنه وقت نهي، والذي اختاره الشيخ تقي الدين وجمع أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند حصول أسبابها، مثل تحية المسجد ومثل ركعتي الطواف، هذه تصلى عند حدوث أسبابها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، هذا عام في جميع الأوقات، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله. نعم. قال: أو كانت آية غير الزلزلة، أو حصلت آية من الآيات الكونية التي يخوف الله بها عباده، كالرياح الشديدة والصواعق والأمطار الغزيرة التي يخشى منها الغرق، فإنه لا يصلى لهذه الحوادث لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر بالدعاء على الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أن يكشف هذه الحوادث. أما الصلاة فإنها لا يصلى لأجلها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما ثبت بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولماذا استثنى الزلزلة في قول غير الزلزلة؟ أما الزلزلة فلأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى لها، والزلزلة رجفة تصيب الأرض، حركة تصيب الأرض فيختل ما عليها من المباني ويحصل الهدم ويحصل مضار عظيمة على إثر حركة يسيرة من الزلزلة، فهي آية عظيمة وحدث مخيف. فورد أن ابن عباس أو بعض الصحابة صلى عند حدوث هذه الزلزلة، ولكن الصحيح أنها كغيرها لا يشرع لها صلاة، وإنما هذا خاص بالكسوف، ولكن يتضرع المسلمون إلى ربهم ويدعو الله عز وجل، وهذا بخلاف ما عليه أكثر الناس اليوم. الآن كثرت الزلازل، وهذا من علامات الساعة، كثرت الزلازل، ولكن قل الاعتبار،
فيحدث زلازل مدمرة مروعة يهلك فيها الآلاف من الأنفس ويختفي فيها الآلاف وتدمر فيها المدن الكبيرة والعمارات الشاهقة تتدمر، ومع هذا لا نسمع من يتضرع إلى الله ويرجع إلى الله، وإنما يقولون هذه ظواهر كونية ظواهر طبيعية، فلا نسمع من يفسر هذه الأحداث بأنها عظات وعبر وأنها تخوف بالله عز وجل، ما نسمع هذا على ألسنة أحد. حتى الخطبة في المساجد قل منهم من ينبه على هذه الأمور، ووسائل الإعلام أيضا ما فيها تنبيه إلا ما شاء الله، فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعتبروا بهذه الزلازل التي تروع العالم. كذلك الفيضانات، الفيضانات التي تغرق البلاد وتطمس المعالم، وكذلك الأعاصير المدمرة، الأعاصير التي الآن كثر وقوعها تدمر البلاد، ما نسمع من يقول هذه عبر وعظات وهي بأسباب الذنوب والمعاصي، ويحث الناس وينبههم على التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح أعمالهم، قل ما نسمع هذا، وهذا من الغفلة عن ذكر الله، ويخشى أن يستدرجوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا لم تنفع العبر والعظات يحصل الاستدراج، ثم يحصل الأخذ على غرة وبغتة، فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يستفيدوا من هذه العبر وهذه الأحداث، فيذكروا الناس ويخبروهم بأن هذه ما هي أمور طبيعية ولا أمور عادية كما يقولون، وكما قال قوم فرعون: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعتبرون هذه أمور عادية ما تغير شيء، ما هي يعني بسبب الذنوب ولا بسبب المعاصي، وإنما هي أمور عادية. قد مس آباءنا الضراء والسراء. فالواجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى وسائل الإعلام أن يستغلوا هذه الأحداث في تنبيه المسلمين بالرجوع إلى الله عز وجل. كذلك الحروب والفتن التي تقع بين الأحزاب وبين هذه أيضا من العقوبات، فعلى طلبة العلم وعلى العلماء وعلى أهل الخير أن ينبهوا المسلمين بهذه الأحداث وهذه الأمور ليرجعوا، ولا يكونوا مثل الكفار الذين لا يتنبهون وإنما يقولون: قد مس آباءنا الضراء والسراء. نعم، ربما يمنع بعض أهل الخير من ربط هذه الأحداث بأنها من الله يخوف بها عباده، يقول هذا ليس بجزما، أو أن هذا فيه من الشماتة شيء، أو أننا نفر الناس من الدين حينما نقول أن الزلازل بسبب الذنوب وعليكم أن تعودوا، أو أن العاصير والفيضانات بذلك، هذا تنفير أو ليس جزما أنه بذلك. فلا نرى مثل ما تفضلتم أن وسائل الإعلام والدعاء والخطباء يربطون هذه الأحداث بهذه الأسباب. هذا ما هو تنفير، هذا تنبيه، هذا تنبيه على الواقع، وليس شماتة بأحد، الحمد لله، بل هو من باب التنبيه والاعتراف، الاعتراف بالذنوب. نعم، الاعتراف بالذنوب فضيلة. نعم، أما تزكية الأعمال وتزكية النفوس فهذا لا يجوز، فليس هذا من باب التنفير، وإنما هو هذا من باب الترهيب من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأن الناس إن لم يرجعوا. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الكسوف: يخوف الله بهما عباده. نعم، فالواجب أن يؤخذ من هذا التخويف، وأن يبين أن ما عند الله من العقوبة أشد. نعم،
إن لم نرجع إليه سبحانه وتعالى. نعم، هل لنا أن نقول إن مثل هذه الكوارث رحمة على المؤمنين والصالحين وعذاب ونقمة على الكافرين؟ رحمة على المؤمنين إذا تابوا إلى الله عز وجل وتنبهوا، إذا تابوا وتنبهوا، أما إذا استمروا على ما هم عليه من المعاصي والذنوب إنها لا تكون رحمة، إلا أن يقال هذا من باب تعجيل العقوبة رحمة بهم، من ناحية أنه من باب تعجيل العقوبة وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكن من الذي يضمن لنا هذا؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. هذا بناء على العمل بجميع الروايات، وأن الإنسان مخير يعمل بأيها شاء، وقد تبين لنا أن هذا غلط، أن هذا الكلام غلط، وأنه لا يعمل إلا بالرواية الصحيحة، وهي أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، وما عداها فإنه غير صحيح، لأن الواقعة واحدة ولا يمكن أن تتعدد الصفات أبدا. نعم، أحسن الله. إنما هذا الكلام الذي قاله المؤلف لو تعددت الوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل كل صفة على واقعة خاصة، أما والواقعة واحدة فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات، واحدة في أربع ركوعات، واحدة في ست، واحدة في ثمان، واحدة بعشر، هذا ما يمكن أن الرسول كررها، فلا بد ولا مناص من اللجوء إلى صفة واحدة من هذه الصفات، وأصحها وأرجحها أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات، ركوعان وقيامان وأربع سجدات. نعم، نعود إلى موضوع التذكير بهذه الأحداث العظيمة، ولا سيما في آخر الزمان، فإنها تكثر الزلازل، تكثر الصواعق، وتكثر الأحداث كما يمر يوميا من ذكر حدوث فيضانات، من ذكر حدوث أعاصير، من ذكر حدوث حوادث المراكب الجوية والبرية والبحرية وما يذهب فيها من الأنفس، ومن ذكر الفتن التي تكون بين الطوائف والأحزاب وما يحضر فيها من تشريد ويحصل فيها من قتل. كل هذه أمور يجب أن توظف في تذكير الناس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها ما حدثت هذه الأمور إلا لما غير الناس فغير الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الكسوف قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن تزني، أن يزني عبده أو تزني أمته، وتكلم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، لما صلى الكسوف هذه الصلاة الطويلة العظيمة التي رأى فيها كل شيء عرض عليه من أمور الجنة والنار، ورأى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون في موقفه صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من الصلاة ذكرهم صلى الله عليه وسلم وأفاض في الحديث عن ما رأى في صلاته وما عرض عليه من أجل تذكير الناس ووعظهم بهذه المناسبة، مناسبة الكسوف للشمس. فينبغي لطلبة العلم أن يستغلوا هذه المناسبات وأن لا تمر كأنها أمور عادية، فالمسلمون يجب عليهم أن يستفيدوا من هذه الأحداث، أما الكفار فهذه الأحداث لا تزيدهم إلا غفلة وإعراضا، لكن الواجب على المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا عند حدوث هذه الأمور فتفيدهم رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاحا لأعمالهم ومحاسبة لأنفسهم
وتنبيها لغيرهم حتى يستفيدوا منها، ولا يكونوا كالكفار الذين تمر عليهم هذه الأمور وهم في غفلة معرضون، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المصيبة غفلة المسلمين عن هذه الأمور، أو أنها تنطلي على جهالهم أفكار الكفار، وأن هذه أمور كونية أو حوادث طبيعية أو ظواهر طبيعية كما يقولون، فلا تنطلي على المسلمين هذه المقولات وهذه الأفكار الزائفة التي لا تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا عند هذه الأحداث وعند هذه الوقائع فيستفيدوا منها ويفيدوا غيرها. هم أحسن الله إليكم يظنون أن ربطها بذلك وقولهم أنها حوادث طبيعية وحرارة من باطن الأرض ونحو ذلك، يظنون هذا من العلم، وأن الوعظ والتذكير بالله من الجهل، فهل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع العلم ويوضع الجهل، أو يسمى العلم جهل أو الجهل؟ هذا من الكفر إذا قالوا أن هذه الكلام إنها ظواهر طبيعية، هذا هو العلم، وأن قوله أنه يخوف الله بها عباده هذا الجهل، هذا اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق، حتى ربما يقل والذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا زيادة على كونه غفلة هو كلام كفر والعياذ بالله. فالواجب الحذر من مثل هذا، ونحن كما قلنا لا نستبعد على الكفار كل بلية وكل آفة، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن أن يصدر هذا في بلاد المسلمين ومن بعض المسلمين وفي وسائل إعلامهم، هذا هو محل الغرابة، أنهم يعرفون الله ويعرفون دينهم ويعرفون ثم يتكلمون بهذا الكلام بدون إنكار وبدون إبطال، هذا هو الواجب. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما تكرم به شيخنا في شرحه لباب صلاة الكسوف من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي ناصر بن حسن الجريسي في هندسة الصوت. حتى نلقاكم نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.